السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن مصطلح يمكن ناس كتير تعرفه أو تسمع عنه، ولكن محدش يعرف معناه إيه بالظبط. النهاردة هنتكلم عن مصطلح مجرم حرب. للوهلة الأولى لما حد يسمع كلمة مجرم حرب هيستغرب الكلمة، يقول يعني إيه مجرم حرب؟ هي مش الحرب دي بيكون مسموح فيها بكل شيء؟ يعني طالما في حرب بين دولتين او اكتر، فمن حق اي دولة ان هي تعمل كل حاجة في الحرب، وزي ما بنسمع ان الحرب خدعة وان كل الوسائل مسموحة في الحرب. والكلام ده طبعا بيكون كلام خاطئ، لان كل الحروب بيكون ليها ضوابط وقواعد، اي دولة بتخالفها او اي شخص بيخالف هذه الضوابط او القواعد بيصبح مجرم حرب. وخلينا نعرف مع بعض دلوقتي معنى كلمة مجرم حرب. اولا لازم كل الناس تفهم ان كل الحروب بيكون ليها اتفاقات ومعاهدات ونصوص خاصة بيها. طبعا كل هذه الامور تعتبر نصت عليها اتفاقات جنيف ومؤتمرات لاهي، والقواعد دي تم تحديدها علشان الدول تقدر تسيطر على الحروب. واي دولة بتخالف كل هذه القواعد التي نصت عليها كل هذه الاتفاقيات تعتبر مخالفة لقواعد الحرب، وبيوقع عليها عقوبات كبيرة جدا. وايضا بيتم تقديم بعض الشخصيات من الدولة المخالفة زي رئيس الجمهورية او وزير الدفاع وغيرهم الى المحاكمة الجنائية، وبيكون الاتهام الخاص بهم مجرم حرب. وخلينا نعرف ايه هي اهم الشروط والضوابط الخاصة بالحروب طبقا للاتفاقيات او اتفاق جنيف. اولا ان لا يمكن مهاجمة المدنيين عمدا، ولا استهداف البنية التحتية الحيوية لبقائهم على قيد الحياة. يعني ما ينفعش ان في حرب تستهدف فيها المدنيين، كده حضرتك بتخالف كل القواعد والمواثيق الخاصة بالحروب، فهذه الحالة اللي بيعمل كده يعتبر مجرم حرب. رقم 2، بعض الاسلحة بتكون محظورة في الحروب لانها بتسبب اضرار بالغة واثار كبيرة جدا، زي الألغام الأرضية التي تكون مضادة للأفراد، وأيضا الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية. رقم 3، يجب الاعتناء بالمرضى والجرحى من الحرب، وبالأخص اللي بيكون ليهم حقوق كأسرى الحرب. يعني ما ينفعش إن واحد اتصاب في الحرب فأنت تسيبه أو تقتله، لازم تعتني بيه، لأن دي تعتبر حق من حقوقه الأصيلة في الحروب، هو أن يتم الاعتناء بيه لأنه من أسرى الحرب. أي حد بيخالف هذه الأمور يعتبر مجرم حرب. ايضا في هذه الاتفاقات تم تقسيم العديد من الجرائم الخطيرة زي القتل والاغتصاب والاضطهاد والإبادة الجماعية للأفراد للجرائم ضد الإنسانية، علشان برضو يحددوا الجرائم دي بيكون شكلها عامل ازاي. وطبعا دي تعتبر شروط بسيطة، لكن اتفاقيات جنيف ليها قواعد كتير جدا فيما يخص قواعد وتنظيم الحروب، وطبعا بيكون فيها العديد من الشروط اللي أي دولة بتخالفها في فترة الحرب تعتبر مخالفة لكل قواعد وشروط الحروب، طبعا طبقا للاتفاقيات المتفق عليها. وفي هذه الحالة الشخص اللي بيخالف هذه الأمور بيتم تقديمه إلى المحاكمة كمجرم حرب، وبيتم التعميم عليه في كل الدول. يعني يسافر أي دولة المفروض إن الدولة دي تقبض عليه لأنه متهم في جرائم تخص الحرب. ولكن طبعا أوقات كتير بيكون شخص متهم في جرائم حرب ولكن لم يتم القبض عليه، دي بتكون بعض الأمور بينها وبين الدول، يعني أكيد إحنا برضو ما بيكونش عندنا الدراية الكافية ليه. لكن في كل حال من الأحوال من يتم اتهامه كمجرم حرب بيتم التعميم عليه من كل الدول علشان يتم القبض عليه بمجرد نزوله إلى أي دولة تعترف بهذه الجرائم. وعلى مدار التاريخ تم تقديم العديد من الشخصيات العالمية للمحاكمة الجنائية كمجرمين حرب، وكان بالأخص بعد الحرب العالمية الثانية. يعني بعد الحرب العالمية الثانية في ناس كتير جدا تم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية كمجرمين حرب. خلينا نتطلع إلى بعض هذه الشخصيات ونعرف هم عملوا إيه. أكيد مش هنقدر نقولهم كلهم لأنهم كتير جدا، لكن هنختص بعض الشخصيات المشهورة. رقم 1 هو أنور باشا. أنور باشا كان قائد عسكري تركي وكان متهم في جرائم حرب تخص الإبادة الجماعية للأرمن. رقم 2، أدولف هتلر الحاكم النازي لألمانيا النازية، اللي تم اتهامه ان هو كان السبب في إبادة اكتر من 60 مليون نسمة، طبعا بسبب الحروب اللي هو عملها. رقم 3، يوزيف جوبلز كان من احد معاونين هتلر النازي وايضا كان وزير الدعاية الخاص بيه. هذا الشخص تم اتهامه ايضا في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، طبقا لكل الامور اللي حصلت اثناء فترة ألمانيا النازية والحرب العالمية الثانية. رقم 4، هيروشي اوشيما تم اتهامه في جرائم حرب وكان السبب الرئيسي هو التواصل مع هتلر او المانيا النازيه اثناء فتره الحروب، يعني نقدر نقول ان اتهامه كان بناء على التخابر. رقم 5، هو جان كامباندا، وهذا الشخص كان رئيس وزراء في رواندا وتم اتهامه في جرائم حرب تخص الاباده الجماعيه. ورقم 6، من اشهر الاشخاص الافارقه اللي احنا وعينا عليهم اللي تم اتهامهم في جرائم حرب ضد الانسانيه كان الرئيس السابق للسودان عمر البشير، وطبعا كان الاتهام الخاص بيه هو اتهامات بالإبادة الجماعية ومازال مجرم حرب.
وكان صدر ضده مذكرات توقيف كتير جدا في العديد من دول العالم بسبب اتهامه كمجرم حرب. وكان اتقال كلام ان تم القبض عليه ومحاكمته محاكمة جنائية امام المحكمة الجنائية الخاصة بمعاقبة مجرمين الحرب، ولكن طبعا بعد كده الامور يعني بتتقفل عليها، محدش بيعرف، الله اعلم دلوقتي الموقف الخاص بيه وضعه ايه بالظبط، ولكن على ارض الواقع كان متهم في جرائم ابادة جماعية والتصنيف هو مجرم حرب. ودول يعتبروا من اشهر الاشخاص الذين تم اتهامهم في كل هذه الاتهامات، ولكن هناك العديد والعديد والعديد من الاشخاص والشخصيات الذين تم اتهامهم في جرائم حرب. اكيد طبعا مش هنقدر نقول اسمائهم كلهم في الحلقة دي، احنا محتاجين حلقات علشان نتكلم عن كل واحد فيهم، ولكن دول يعتبروا اشهر الاشخاص. لكن اللي هيدور على التاريخ هيلاقي عدد كبير جدا من الشخصيات المعروفة والتاريخية والرؤساء والوزراء والشخصيات العامة تم اتهامهم في كل هذه الاتهامات وهي جرائم الحرب. وبس كده، ده كان كل ما يتعلق بتعريف كلمة مجرم حرب، القضايا التي يتم اتهام فيها الأشخاص كمجرم حرب، والمخالفات التي يترتب عليها اتهام الشخصيات ان هم مجرمين حرب. وده كان ببساطة كل ما يتعلق بكلمة ومصطلح مجرم الحرب او جرائم الحرب. أتمنى المعلومة تكون وصلت لكل الناس، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام عليكم.